محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي أنت أم أم أب ما رأينا فيما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ارتكبت على الخطا غير حسر وعدل لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله إننا نرجو إليك كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتاب يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إلا يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
روى كعب الأخبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنهما الطهير فتاة في الأرض وذلك في ليلة الجمعة في شيء من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه السيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر فلما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنهما اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة وبقارا وامتلأت السماء وضجت الملائكة تخليلا واستغفارا وأصبحت آمنة تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهتها المؤتمنة وآمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات فلما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بليل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهرة من بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونا بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنبار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام عالمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهي لسنا وناداها مناد في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واستفى الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منصور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز شمس سعادة تلأ الأهلق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام رضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحه على بطن آمنة رضي الله عنها مسر فضربها المخاض في ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيتها نبي الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجلاته يتفقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد جبريل نادى فيما نصت حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي هذا كاهل الطرف هذا
المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي هذا جميل العتي هذا المرتضى هذا مالي الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي هذا الذي خلعت عليه ملابس والنفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي قالت ما لائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي صلى عليك الله يا عالم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي رضي الله عنه حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن أمينة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر وجدي ولدي فلم أره ثم وجدته في المخده وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألن من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي يخفو أن عيون الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم قمار وفي يدي أحدهم إبريق من الفضة وما الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطبعة
طبية فنشرها فإذا هي خاطب يحير عيون الناظرين من شدة نوره أمل بني وناوله لصاحب التشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق سبع مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف أيام وارتج إيبان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة سابة وأثبت أصنام الدنيا كلها منقوصة ورمية الشياطين من السماء بالسهب الثواقب وانبلج سهب الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي أن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنام قد اتخذوا ذلك عيدا من أيامهم أنحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد أقفوا عليه يخوضون يلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنقروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صغير ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتعلما فأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يسلى بالنار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن كربه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية تنكست مقلوبا فماذاك قل لنا فمن حزننا قد رت العير بالسحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلبي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثار بسيد الرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية ترد لي مولودي أضاءت بنوره جميع
صلاة وتسليم فأزكى تحياتي على المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده. ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بتشاه الفرس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية ويا لقوسين ارجعوا الضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل وحبي صلاة وتسليم فأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع دبع عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا فقالوا قد رغبت أن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من للغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالهدى صلى عليه الله ما أشرقا شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره بإشراق الكون بأنباره فبينما آمنة رؤياه أنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة فلم تشكر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وقبلت الملائكة والحور فحف حجرتها أنباع الطيور وهي تسمع لازدهامهم احتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على سيدنا